بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد فوز برشلونه على فياريال 3-1، ناس كتيره جدا هتقرر ان هي تسلك الطريق السهل، وهو طريق ان الفرقه بدات تتغير مع تشافي، وان تشافي جاي وهيغير، وتشافي محتاج وقت، وبرشلونه هترجع يا جماعه مع تشافي وتديله فرصته كامله، ونقعد نتكلم على العظمه اللي بيقدمها جافي، والعظمه اللي بيقدمها نيكو، والجمال اللي كان بيقدمه عبد الصمد الزلزولي، والابداع والامتاع اللي بيقدمه في الزبال. اما لو حاولت تتكلم في الطريق الثاني فهتلاقي ان في صعوبه شويه. انا بحب موضوع الصعوبه ده، بحب ان انا اتكلم باللي انا شفته مش اللي عايز يرضي حضرتك. اللي انا شفته ان تشافي كان بيعك، وتشافي كان بيعك حاجات كتير جدا النهارده. يعني في البدايه بإيريك جارسيا باك يمين، وبيقرر ان هو يقع سيرجينيو ديست لإيريك جارسيا. إيريك جارسيا اللاعب المساك اللي هو ما بيعرفش يلعب مساك اساسا، انت بتلعبه باك يمين وبتحط باك يمين زي سيرجينيو ديست احتياطي ليه، وبتقرر ان انت تلعب بنيكو جونزاليس، وبتقرر تحط كوتينيو احتياطي ليه، وجافي وعثمان ديمبلي احتياطي ليه. هتقول لي لا، عثمان ديمبلي ممكن يلعب ناحيه اليمين ناحيه عبد الصمد الزلزولي. هقول لك لا، احنا كنا عندنا مشكله في الناحيه دي، الناحيه اليمين بعد ميسي ما مشي. فمفترض انك دلوقتي تحط يا عبد الصمد الزلزولي يا عثمان ديمبلي، ولو هتحط حد شمال هيبقى كوتينيو. يعني الطبيعي والمنطقي بالتشكيله الحاليه والمواهب الحاليه اللي موجوده في برشلونه انك تبدا بعثمان ديمبلي يمين وكوتينيو شمال. ده الطبيعي والمنطقي، انك بتبدا بجافي وبتبدا بعبد الصمد الزلزولي حاجه تحسب لك وحاجه فيها ريسك، بس حاجه برضو مش منطقيه، لان معنى كده ان اللعيبه اللي قاعدين عندك على الدكه اسوأ بكتير من الناشئين اللي طالعين من لاماسيه، ودي كارثه في حد ذاتها. وبعدين لاماسيه اللي بتطلع لنا ناشئين افضل بكتير من اللعيبه المتاحه مش قادره تطلع فرود، مفيش فراوده خالص تحت في لاماسيه، ولا في فراوده بس هم مش اسبان؟ ما احنا عايزين نفهم الدنيا رايحه فين، وموضوع اسبان ده محتاج تفهمه، لان الموضوع واضح كده ان المشروع بتاع برشلونه تشافي ولابورتا قايم على اساس كتالوني اكتر ما هو قايم على اساس الافضل. اه والله الموضوع شكله كده، الموضوع كله من قلب 60 نيله. يعني مثلا الفايب اللي بياخده اللي خده بدري، وتقعد تدور على ارقام بدري ما تلاقيش ان هو اجابي على المرمى. الفايب اللي بياخده نيكو دلوقتي، تقعد تدور على ارقام نيكو، طب شاط كام شوطه؟ طب عمل كام محاوله على المرمى؟ مش هتلاقي. طب جافي يا جماعه، جافي بيلعب هاف، بيعدي واحد على واحد؟ لا. جافي بيشوط، بيقطع وبيشوط؟ لا. امال ليه يا جماعه طايرين بجافي كده؟ والله اسباني. طب كويس جدا يا جماعه. طب هما اللعيبه دي لعيبه كويسه؟ لعيبه كويسه جدا، بس واخدين حجم اكبر من حجمهم بكتير جدا. فليه يا جماعه اللي احنا بنعمله ده؟ بنحب حاجة بتطلع من لاماسيا. طب يا جماعة الفرقة لما تعادلنا النهاردة كان منظرنا سيء جوه الملعب، وديباي الناس كلها عمالة تقول غيره تشافي غيره تشافي غيره تشافي، قدر ياخد كورة جاية من تير شتيجن ويسجل هدف التاني، وكوتينيو اللي هو سيء وقاعد للعيبة من لاماسيا احتياطي، أول كورتين لمسهم عمل ضربة جزاء. اللي هو أنا أطلع دلوقتي أشكر في تشافي إزاي وأنا شايف إنه بيعك؟ اطلع ازاي اقول ان مشروع برشلونه القادم مشروع ممتع ومشروع لذيذ جدا، وكفايه انه في اتنين مغاربه؟ يا عمي ماشي، على عيني وعلى راسي، عبد الصمد والياس لعيبه مميزه جدا، بس اللعيبه دي محتاجه تكون في منظومه محترمه ومنظومه محترفه. ما انت دلوقتي بتدوس على اسامي كبيره عشان خاطر اللعيبه الاسبان، فمش هتدوس على اتنين مغاربه عشان خاطر اللعيبه الاسبان. افهم بس الموقف عشان تعرف الموضوع رايح فين، عشان تعرف مثلا لما لعيب زي بدري بيتقال عليه كلام كتير جدا، تبص على ارقام بدري، جاب جون واحد بس مع برشلونه وهو كان المرمى خالي. طب يا جماعه عمل ايه غير كده؟ ما عملش حاجه. طب جافي، طب نيكو سجلوا كام هدف عشان خاطر يلعبوا على لعيبه مفترض ان هي كانت جايب مبالغ كبيره؟ ما عملوش اي حاجه. طب كوتينيو لما رجعناه من بايرن ميونخ قلنا ان كوتينيو هيكون عنصر اساسي عشان خاطر ما عندناش حد، دلوقتي كوتينيو بيقعد لعيال صغيره. فانت دلوقتي في مشروع مش باين له ملامح، ومدير فني عمل تغييرات غريبه جدا، ومع ذلك الماتش كسبناه، نطلع بقى نقول ان تشافي عمل وتشافي سوى؟ طب راجل منافق. ممكن اختار لك الطريقه الاولى، بس الطريقه الاولى دي بتاع حد عايز يجيب مشاهدات ومش حد برشلوني، انما انا راجل برشلوني وبتحرق دم لما الفرقه بتخسر، وبتحرق دم لما بعك وبطلع كسبان، وبشوف ان انا ماتش ريال بيتيس اللي جاي صعب جدا، وماتش بايرن ميونخ انا ما عنديش فرصه فيه. فانا ما ينفعش ان انا اوعدك بمستقبل رهيب مع تشافي ومستقبل جميل مع تشافي وانا ما كنتش شايف الكلام ده. فهمت القصه بالنسبه لي عامله ازاي؟ لو عجبك الفيديو قول لي، لو ما عجبكش قول لي، وانا هحاول اجاريك مع السكه اللي انت عايز تروحها، لا اكثر ولا اقل.